هاي، أنا دو أشرف ودي قناة هدايتي، وأنا كل ما جات لكم فيديو جديد. ده يكون فيديو جديد في سلسلة كتب من حول العالم. مش فاكرة الفيديو رقم كام، لأن أنا دخلت في كذا مشروع ورا بعض. الخطة الرئيسية من المشروع ده إن أنا كنت هقرأ الكتب دي ورا بعضها، بس بدأت أحس بملل إن أنا بركز على مشروع واحد، فدخلته في وسط مشاريع تانية. فالكتب مش الفيديوهات بتاعت المشروع ده مش هتكون متتالية، بس هحاول إن أنا أفضل أمشي فيهم لحد ما أخلص كتاب من كل دولة. النهاردة رجع لكم بثلاث دول جديدة، وهم أمريكا واليابان وتركيا. وهنبدأ أول حاجة بكتاب عن أمريكا. الكتاب اللي اخترته لكتاب أمريكا هو كتاب، هو رواية وينتر كامبس. دي للأسف رواية غير مترجمة، ما ترجمتش حتى للعربية. الكاتب اسمه ديفيد هيسكا وامبلي ويدن، وده طبعا من أمريكا. اتنشر الرواية دي سنة 2020، واتنشر طبعا باللغة الإنجليزية، والكاتب من السكان الأصليين لأمريكا. الكتاب بتدور احداثه في البلد، في محميه في امريكا، فبتدور في محميه للسكان الاصليين ودول امريكيه مختلفه. وكاتب طبعا من السكان الاصليين لامريكا، وهو من قبيله اسمها قبيله لاكوتا. الكتاب نوعه نصنفه جريمه واثاره، وهي روايه معاصره بشكل عام، وانا قيمته باربع نجوم. روايتي كانت روايه اثاره وجريمه حلوه، ما كانتش احسن حاجه، بس كانت اللي هو بيسموها سوليد، اللي هو كانت كويسة، ما كانتش فيها مشاكل، بس في نفس الوقت ما أبهرتنيش. وطبعا ده ما بيحصلش كتير مع روايات الإثارة والجريمة بالنسبة لي. الرواية دي اللي شدني ليها في الأصل إنها بتتكلم عن شخصية من السكان الأصليين لأمريكا، والكاتب من السكان الأصليين، فده اللي خلاني متحمسة إن أنا أقرأ كتاب رواية من وجهة نظر الشخصيات دي، لأن بالنسبة لي هما دول السكان الأصليين لأمريكا. فعشان كده مخترتش كاتب أمريكي من الأمريكان اللي احنا نعرفهم حاليا، لأن بالنسبة لي السكان الأصليين هم سكان أمريكا الحقيقيين. القصة بتطبع البطل بتاعنا اللي اسمه فيرجل، وده راجل الناس بتلجأ له في المحمية بتاعتهم بدل الشرطة عشان يتدخل لإنفاذ القانون. واكتشفت إن دي حاجة سارية في المستوطنات والمجتمعات بتاعت السكان الأصليين في أمريكا، إن الشرطة غالبا اللي عندهم شرطة فيدرالية، وغالبا ما بتتدخلش إنها تحل لهم أي مشاكل، فبيبقى عندهم جو الفيجيلانتيس شوية، هما اللي بيساعدوهم إن هما ينفذوا القانون في حقهم لو حد سرق منهم حاجة، حد قتل حد أو كده. الأحداث بتبدأ تتصاعد لما قريبه بيتورط مع بعض تجار المخدرات، وبيبدأ يتدخل علشان عايز ينقذه، وفي نفس الوقت الشرطة بتتدخل في الموضوع. في معلومات كتيرة في الرواية دي عن ثقافة السكان الأصليين وشعائرهم وعقائدهم وتقاليدهم وبعض المعتقدات بتاعتهم اللي أنا ما كنتش فعلا أعرف عنها أي حاجة، فمذكورة في وسط الرواية دي مع طبعا الجريمة الأصلية اللي احنا بنتابعها. وبنقرأ عن الطبقية اللي بتعرض لها السكان الأصليين، سواء ما بينهم وبين بعضهم داخل المحمية نفسها، أو الطبقية اللي بتعرضوا لها من الأمريكان البيض اللي هم احتلوا ارضهم لما بيخرجوا برا محمياتهم وبداوا يتنقلوا في المدن الامريكيه المختلفه. بنشوف ازاي وضعهم تحولوا تدريجيا لانهم بقوا زي الضيوف في بلدهم الاصليه، وضيوف كمان غير مرغوب فيهم. بنشوف طريقه تعامل الامريكيين معاهم. بعتبر الروايه كويسه لانها حققت لي هدف، وانا عرفت اكتر عن ثقافه النيتيف امريكانز، وكمان كانت روايه اثاره فكانت لطيفه. ممكن بعد كده هتعمق اكتر ان انا اقرا اكتر عن المجتمع ده بالذات، وعن واقرا كتاب نون فيكشن عن المجتمعات الامريكيه الاصليه، بس بالنسبه لي دي كانت بدايه كويسه ليا. الكتاب نوعا ما يعتبر تجربه شخصيه عن الحياه في محميه، لانه الكاتب عاش في محميه وعاش في مجتمع شبيه جدا بالمجتمع اللي هو كتب عنه، فهو كان ملتزم بالصدق في التعبير عن المجتمعات دي. الكاتب ده من قبيله اسمها لاكوتا، وكتابه الاول كان عن قائد معروف من القبيله دي باسم سبوتد تيل، وروايه وينتر كانز دي روايته الاولى. وسمعت كمان ان هيكون ليها جزء تاني، الجزء التاني هيتابع هتظهر فيه هترجع فيه اغلب شخصيات الروايه دي تاني، فانا متحمسه الصراحه ان اشوف الجزء التاني واشوف ايه اللي هيقدمه بعد كده. الكاتب قال ان الروايه بالنسبه له هدفها الرئيسي انها ترفع الوعي بالظلم اللي بيتعرض له سكان المحميات والامريكيين النيتف امريكانز الاصليين في بلدهم. الظلم اللي بيتعرضوا له سواء جوه بلدهم جوه محمياتهم نفسها من الشرطه اللي هي متعينه عشان تساعدهم، والظلم برضو والعنصريه اللي بيتعرضوا لها لما بيخرجوا مع الامريكيين العاديين، الفرص اللي شبه معدومه قدامهم
مش مسموح لهم يعملوا اي حاجة جوه بلدهم، رغم ان هم يعني يعتبروا متعرضين للاحتلال، وطبعا اعدادهم بتتناقص بشكل كبير جدا. طبعا تاريخهم معروف، التاريخ اللي تعرضوا له وحملات الاباده اللي تعرضوا لها لحد ما بقى عملوا جو المحميات علشان يحموهم دلوقتي، ودي حاجه مهينه جدا الصراحه. فهي من الحاجات اللي محتاجين نعرف عنها اكتر. مجتمع النيتف امريكانز اعتقد بيتناقص دلوقتي، رغم ان هما دلوقتي بداوا يحصلوا على بعض الريكوجنيشن، ما زالوا بيتعرضوا لإهانة كبيرة من الأمريكان البيض. فده كان الكتاب اللي اخترته ليه دولة أمريكا، وبالنسبة لي كان الاختيار الأمثل الصراحة لدولة أمريكا. بعد كده اخترت كتاب من دولة تركيا، واخترت طبعا واحد من أشهر كتاب تركيا اللي نعرفهم وهو إرهام باموك. اخترت رواية The Red Haired Woman، ودي تم ترجمتها بالعربية، اعتقد ليها كذا ترجمة، اعتقد ليها ترجمتين، فدي رواية متاحة بالعربية طبعا لإرهام باموق ومن دولة تركيا. والرواية دي بالذات 12/6/2016 طبعا اتكتبت بالتركية واترجمت بعد كده. انا قريتها مترجمة بالانجليزي، بس هي متاح منها زي ما قلت لكم ترجمات عربية. الرواية بتدور احداثها في تركيا ما بين الماضي والحاضر، فالتنقل مش في الاماكن بس في الزمان. واعتقد البطل بتاعنا بيسافر لفترة قصيرة لإيران، فيعني بس اغلب الاحداث بتدور في تركيا، والكاتب طبعا عاش في تركيا. والرواية نقدر نصنفها انها رواية معاصرة، ما فيهاش عناصر خيالية كتيرة، رغم ان فيها دمج بعض القصص الأسطورية، لكن هي الرواية نفسها واقعية. انا كنت قيمتها بثلاث نجوم. الرواية عجبتني بس ما كانتش افضل حاجة بالنسبة لي في نظري لان انا اراها لإرهام باموك. الرواية دي بالنسبة لي مثال للروايات اللي انا برضو بدور عليها للمشروع ده. انا عايزة رواية استمتع بيها، وفي نفس الوقت رواية معبرة بشكل كويس عن البلد اللي انا بدور عليه، ودي كانت رواية بتعبر بشكل كويس جدا عن تركيا. الرواية دي يبدو من ظاهرها انها الفكرة الرئيسية او الثمرة الرئيسية بتاعتها علاقة اب وابنه، وبيستخدم الكاتب قصتين خيالتين رئيسيين عشان يظهر العلاقات بين الابناء، وبالذات علاقة اب وابن. بيستخدم قصة الشاهنامة وبيستخدم اسطورة اوديب. في واحدة من القصتين الاب بيقتل ابنه، وفي التانية العكس اللي بيحصل، الابن بيقتل ابوه، وبنشوف ازاي الثمتين الرئيسيين دول بيفضلوا هما الثمتين الرئيسيين بتاعت الرواية، الفكرة بتاعت الأب اللي بيت الابن والابن اللي بيت الأبو. فبتفضل طول الرواية بيفضل يذكر مقاطع مختلفة من القصتين دول، سواء أوديب أو الشاهنامة، عشان يوضح الفكرة الرئيسية بتاعت الرواية. بتركز على حاجات تانية محورية في المجتمع التركي، زي التطور العمراني على مر الأعوام، وحفر الآبار، حفار الآبار كمان ومكانهم في المجتمع، جدال العلمانية والتدين والنظرة للتشابه بأوروبا، وصراع الأجيال في النظر للعادات والتقاليد والقرآن والإسلام، وكذلك برضو علاقة إيران وتركيا. رواية نقدر نصنف انها اجتماعية وسياسية، وبتحاول تطرح قضايا كتير عن طريق البطل بتاعنا. بعض المشاكل في الرواية دي ان انا حسيت ان الرواية سطحية شوية. البطل بتاعنا خاض مآسي كتير ومر بمصاعب كتيرة جدا، لكن رغم كده حسيت ان هو مش بيبدي مشاعر كافية تجاه اي حاجة، فما قدرتش ولا اتعاطف معاه ولا حتى اغضب منه في بعض المواقف. مش متأكدة الصراحة اذا كانت الترجمة هي السبب، بس انا هنتظر ان انا اقرأ حاجة تانية لإرهام باموق. كان عندي له كتاب تاني، رواية تانية برضو، هنتظر ان انا اقرأها قبل ما احكم عليه ان هو اسلوبه بالنسبة لي مش اسلوبه مفضل. بس الرواية كانت معبرة بشكل كويس حتى لو الاسلوب بتاعها ما كانش افضل حاجة بالنسبة لي. مشكلة تانية بالنسبة لي ان انا حسيت ان هو بيجبر الاحداث شوية انها تتتبع خطى قصة الشهنامة او اوديب، من غير ما يكون تطور احداث في الرواية نفسها طبيعي. فيعني ممكن الحدث اللي احنا قريناه مش منطقي جدا في تطور احداث، بس هو كان لازم يحطه علشان يكتمل الاقتباس اللي هو عايز يعمله من قصة الشهنامة او قصة اوديب. بس تظل زي ما قلت لكم هي كانت نظرة كويسة جدا جدا لتركيا، والقضايا المختلفة اللي انا اتكلمت عنها هي وضحتها بشكل كويس جدا. دي اعتقد الرواية العاشرة لإرهام باموق، والناس بتعتبرها رواية فلسفية بالنسبة لي كتاباته. بالنسبة لي دي اول قراءة لي، فانا ما اقدرش احكم ولا اقدر اقارنها بكتاباته التانية، بس انا متحمسة ان انا اجرب له قراءة تانية. هسيب برضو لينك في ديسكريبشن بوكس عن إرهام باموق، هو بيتكلم عن الرواية دي، وهسيب كمان اللينكات لروايتين التانيين اللي هتكلم عنهم. هحاول الاقي انترفيو او مقال او ما شابه عن الكاتب وهو بيتكلم عن كتابه، اللي انا بيهمني جدا ان انا
اشوف الكاتب وهو بيتكلم عن الرواية، وبالذات في مشروع الكتب من حول العالم ده. واخر رواية هتكلم عنها وهي روايتي اللي اخترتها من اليابان، وهي رواية قرأتها واستمتعت بيها فترة قريبة، وهي توكيو يون ستيشن. للأسف دي برضو رواية غير مترجمة، بس الإنجليزي بتاعها مش معقد، فتقدروا تقروها لو انتم مبتدئين في اللغة الإنجليزية. الكاتبة اسمها يو ميري، ودي طبعا من اليابان، وترجمت من مش مكتوب بالإنجليزية، فيها مترجمة من اليابانية للإنجليزية. اتكتبت في 2014 وترجمت في 2019، وطبعا جنسية الكاتبة حاليا اليابانية. الكتاب بتدور احداثه في مدن مختلفه من اليابان، بس بتركز اغلب الاحداث في مدينه طوكيو. الكاتبه ولدت في اليابان، وطبعا لغتها الاصليه هي اليابانيه، لكن الكاتبه اصلا مولوده لابين اب وام كوريين من المهاجرين لليابان، فهي تحمل الجنسيتين اليابانيه والكوريه. ونوع الكتاب نقدر نقول ان هو تاريخي على معاصر على واقعيه سحريه، وانا قيمت الروايه دي باربع نجوم. الكاتبه بتتكلم في الروايه دي عن تجربة الموت لشخص يائس جدا من الحياة، وتعرض لمآسي كتيرة في حياته، ودي التجربة الشخصية للكاتبة. الكاتبة كان باباها بيسيء ليها وبيضربها قبل ما يطلق مامتها، وكانت بتتعرض لتنمر كتير في المدرسة زيها زي الأطفال الكوريين اللي كانوا بيتعرضوا للتنمر في المدارس اليابانية. انا هسيب لكم لينك اللي اتكلمت فيه عن روايه باشينكو، لان قصه روايه باشينكو هي قصه الكاتبه دي تقريبا، فانا هسيب لينك اللي اتكلمت فيه عن روايه باشينكو، هي كانت اختياري لكوريا الجنوبيه. الكاتبه دي فعلا تجربه حياتها كانت صعبه، ودرجة انها حاولت تنتحر كذا مره. هي الكاتبه دي بتكتب من 1991، والروايه دي بتناقش فيها الذاكره التاريخيه لليابان عن طريق عامل من خارج العاصمه بيشتغل في الانشاء وتجهيزات الأولمبياد اللي كانت هتقام في اليابان. فهي دي قصة قصيرة، رواية قصيرة سريالية بتتكلم عن شبح عاش حياته مشرد، والشبح ده بيسكن واحدة من أكتر المحطات قطار الازدحاما في طوكيو. الشبح ده عاش أيامه الأخيرة مشردة في محطة يونو والحديقة المجاورة ليها. الأحداث هنا بتتنقل ما بين حياته العادية قبل ما يموت وحياته كشبح، وهو بيبدأ يتذكر حياته وذكرياته المليئة بالمآسي وسوء الحظ. الصراحة كانت رواية صعبة برضو. وبعد ما عرفت تاريخ الكاتبة قدرت احدد قد ايه انها كانت بتكتب من واقع مشاعرها والمآسي الشخصية اللي هي مرت بيها. الاحداث بتنقل ما بين زي ما قلت لكم الماضي بتاعه والحاضر بتاعه هو شبح، وبنسمع برضو كلام الناس الاشباح المختلفين او الناس اللي بتمر بالحديقه دي. من ضمن القضايا اللي بتناقشها الروايه دي اختلاف الطبقات الاجتماعيه وتاريخ اليابان والتقاليد البوذيه وصراعات طبقات الموظفين في اليابان وتاثير شغل المكتب عليهم وعلى عائلاتهم. شخصيتنا الرئيسيه ده مثال للرجال اللي مش بيقضوا لحظه واحده مع اطفالهم واولادهم، عشان بيفضلوا يشتغلوا ليل ونهار عشان يكسبوا المال لحد ما يفوت اوان ان هم يتعرفوا على اولادهم حتى. ده غير كمان ان في حاجه مميزه في البطل بتاعنا، شخصيتنا الرئيسيه ده حياته مرتبطه بالامبراطور الياباني بشكل غير متوقع، لان هو مولود في نفس السنه اللي اتولد فيها الامبراطور، وابنه اتولد في نفس يوم ميلاد الامير. فعن طريقه وعن طريق عيلته بنشوف الفرق الصارخ ما بين العائلتين، العائله العاديه عائله يابانيه عاديه والعائله المالكه، وما بين الطبقتين، الطبقه المالكه طبعا والطبقه العاديه، مش نقدر حتى نقول متوسطه لانهم شبه ما فيش طبقه متوسطه عندهم في الوسط بتاعه. وعن طريق حياته بيظهر كميه انعدام المساواة اللي هم عايشين فيها، اليابانيين عايشينها في العصر الحالي، وكمان مطحنة الشغل اللي محكوم عليهم يعيشوا فيها عشان يقدروا يوفروا لعيلتهم الاكل والحياة. وبتفضل الرواية ترجع في الزمن لفترات مختلفة، وتبين ان دايما الشعب هو اللي بيعاني بسبب قرارات الامبراطور، والامبراطور عمره هو وعيلته مش بيعانوا، ودايما كل عواقب افعاله بتيجي على دماغ الشعب العادي. اسلوب الكتابة حزين جدا. مشكلتي بس مع الرواية دي ان كان بعض المقاطع ما كنتش بقدر افرق هي مكتوبة من وجهة نظره كشبح ولا كان من وجهة نظره كشخص قبل ما يموت، لكن حسيت ان ده مش فارق جدا او انها مقصودة، لان هو نوعا ما كان متخيل ان هو لما يبقى شبح هيتخلص من كل ذكريات الحزينة والبائسة في حياته،
وهيتخلص من احساس الذنب اللي هو فضل عايشه تجاه عيلته، لكن بعد ما مات فضل متذكر كل حاجه وفضل عايش بالذنب ده وهو شبح. فاعتقد ان هو في النهايه مش فارقه جدا المقطع ده مكتوب من وجهه نظره كشبح ولا من وجهه نظره كانسان قبل ما يموت، لان في الحالتين هو عايش بالذنب وبالاسى ده. فهي روايه حزينه جدا، بس برضو قدرت عن طريق الشخصيه دي تبين فترات كتيرة مهمة في تاريخ اليابان. فهي رواية تاريخية بتبين تاريخ اليابان وبتبين معاناة طبقة اجتماعية كبيرة، طبقة اجتماعية سائدة في اليابان. فبالنسبة لي كانت رواية حلوة جدا. الكاتبة دي انا متحمسة اقرا لها كمان، هي حتى الان ما ترجم لهاش غير 3 روايات بس، دي واحدة منهم، رغم انها كتبت حاجات كتيرة، بس انا متحمسة ان اقرا لها كمان. هي دي ترجمت كمان عشان فازت بجائزة، فانا في انتظار ان هم يترجموا لها حاجة جديدة، لان انا فعلا فعلا استمتعت بالكتاب حتى لو كان صعب. فدي الكتب اللي كلمكم انتوكم عنها، للأسف واحد بس منهم مترجم، بس 2 تانيين اسلوبهم مش صعب فتقدروا تقروهم. واحدة منهم رواية اثارة فالاسلوب بتاعها معتمد على الحبكة شوية، والتانية اللي هي رواية يابان اسلوب بتاعها بسيط ومباشر، فمش هتكون فيه صعوبة في قراءتها. لو قرأتم حاجة من الكتب دي ياريت تسيبوا لي كلامكم او رأيكم عنها في الديسكريبشن بوكس، وتسيبوا لي كمان ايه الدول اللي انتم متحمسين اقراها بعد كده. هتلاقوا في القناة بتاعتي لستة، وهسيب كمان اللستة دي في الديسكريبشن بوكس لكل الدول اللي انا عملت عنها فيديوهات خاصة حتى الان، رغم ان انا هتلاقوا ان انا في قراءات العادية بقرأ حاجات من دول مختلفة، بس يعني دي بحاول ان انا اعمل لستة شاملة لكتاب من كل دولة. طبعا زي ما قلت لكم هسيب في الديسكريبشن بوكس اي لينك مفيد، لينكات الفيديوهات ولينكات الفيديوهات السابقة وفيديو لو اتكلمت عن كتب مرتبطة بالكتب دي، وكمان لينكات لحوارات او كلام الكتاب دول عن كتب هتلاقوا كمان في الديسكريبشن بوكس، لينكات على السوشيال ميديا لو تتواصلوا معايا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتزوني فيديو جاي. باي باي.